أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في ظل الحرب تظهر الأزمات ويتدهور الوضع الاقتصادي بشكل مستمر، ويتزايد عدد المهددين بالجوع والفقر بشكل يومي. خلال 3 سنوات من الحرب وصل عدد المحتاجين لمساعدات غذائية عاجلة إلى ما يقارب 80% من عدد السكان في اليمن. ومع انقطاع الرواتب وغياب المنظمات الإنسانية والإغاثية أو حضورها بشكل باهت، يكون المجتمع في أمس الحاجة لمد يد العون والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بعدد من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية في القرى والمدن إلى تأسيس مبادرات إنسانية خيرية تعددت مهامها ما بين توزيع المواد الغذائية والملابس والمبادرات الطبية وتقديم أنواع مختلفة من الخدمات للمحتاجين. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة سنتناول واحد من أهم المواضيع التي برز على الساحة في شهر رمضان بشكل كبير مقارنة ببقية أشهر العام، المبادرات الإنسانية أهميتها في خدمة المجتمع وأبرز الصعوبات التي تواجه القائمين عليها. قبل البدء باستقبال مشاركاتكم نتابع التقرير التالي حول موضوع الحلقة. في بلد وصلت فيه معدلات الفقر والجوع إلى مستويات مخيفة وكارثية، حيث تجاوز عدد المهددين بالفقر والمجاعة فيها إلى 24 مليون شخص بحسب منظمات إنسانية دولية، أصبحت الحاجة إلى تقديم يد العون إلى آلاف المحتاجين مسألة في غاية الأهمية خصوصا في شهر رمضان، الأمر الذي دفع بمجموعات من الناشطين الشباب في المجال الإنساني في عموم محافظات الجمهورية وبفضل التبرعات إلى إقامة وتأسيس مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توفير ولو قدر يسير من المواد الغذائية للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل. أغلقت الحرب كل النوافذ في وجوه المحتاجين في اليمن، ولم يبقى أمامهم إلا نافذة واحدة فتحها هؤلاء الشباب، وهي نافذة المساعدات الإنسانية. الحصار المفروض على العديد من المدن اليمنية وعلى الموانئ البرية والبحرية والجوية عرقل وصول المساعدات الإغاثية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى انقطاع الرواتب عن الموظفين، الأمر الذي جعل من وجود هذه المبادرات في غاية الأهمية، خصوصا وأن حضور المنظمات الإغاثية والإنسانية في البلاد يظل حضورا باهتا ولا يغطي 5% من حاجة الناس. الكثير من الصعوبات يواجهها القائمون على هذه المبادرات، فالتجار الذين كانوا يبذلون الأموال بشكل سخي قبل الحرب أصبحوا يخرجونها بشكل يسير بسبب ارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى ما يسمى بالمجهود الحربي الذي فرضته الميليشيا. الأسر التي كانت ميسورة قبل الحرب وقادرة على التبرع بجزء من دخلها الشهري للأعمال الخيرية، أنزلتهم الحرب إلى فئة الأسر التي بالكاد تسد حاجتها اليومية من خلال دخلها الشهري، مما جعل حصول القائمين على هذه المبادرات على التبرعات أمر في غاية الصعوبة. قد لا ترقى هذه المبادرات إلى المستوى المطلوب لسد حاجة العدد الكبير من المحتاجين الذي لا ينفك عن التزايد يوما بعد آخر منذ بداية الحرب، لكنها تظل لفتة هامة في الوقت الذي يشيح العالم أنظاره عن بلد تنهشه أنياب الحرب والجوع والفقر. إذا تابعنا التقرير، لدينا اتصال الأخ جمال الصبري من صنعاء. أهلا بك جمال، شهر مبارك كل عام وأنتم بخير مؤخرا. أهلا وسهلا أستاذ سامي، وكل عام وأنتم بخير كل مشاهديكم الكرام. أهلا جمال، في البداية لو تحدثنا عن أهمية المبادرات الإنسانية خاصة في زمن الحروب والأزمات باعتقادك. بداية أنا أحب أقول أنه في هذا الوضع المأساوي الحرب اللي استمرت الآن لأكثر من 3 سنوات، إحنا شفنا أن حالة الناس يعني أصبحت في الحضيض إذا التعبير، ناس مش لاقيين إيش تأكل، يعني أبسط مقومات المعيشة مش لاقيين الناس يشملوها، يعني إيش تأكل وإيش تشرب، إذا أنت مش لاقي إيش تأكل تشرب خلاص انتهت الحياة يعني. فإحنا نشوف أنه كنا إحنا كشباب مجموعات شبابية كثيرة قادرين إن إحنا نعمل ولو حاجة بسيطة، فهذه المبادرة لما نزلنا للشارع وشفنا حالة الناس قدمنا حاجات بسيطة لكنها كانت حاجات كبيرة جدا بالنسبة لهذه الناس، هذا أعطانا شعور كبير إنه إحنا ممكن نعمل حاجة، ممكن نحن نقدم لهذه الناس المساعدة، نحن نساعدهم إنهم يستمروا يعيشوا في هذه البلاد. بالإضافة إن المعاناة تزداد يوم بعد يوم، كثير من الأسر كانت يعني ميسورة الحال وعيشوا في ظروف تقدر تقول عنها ممتازة، اليوم أصبحوا
مدمرين تماما في أسوأ من السيئان، لكن نحن أملنا كبير ونظل نحن نحاول. نحن شعب لا يمكن نموت بسهولة وننتهي بسهولة، احنا نقاوم ويعني نعيش بكل ما يتينا من قوة، وحبينا نحن نساعد بعض، نحن نقفي بعض اللي يستطيع أن يساعد هو يساعد بشكل سخي للآخرين اللي هم محتاجين هذه المساعدة. طيب جمال، ما هي المبادرة التي تعمل فيها أنت؟ ما أهداف هذه المبادرة والحدود التي تعمل فيها؟ شايف أنا في مبادرة شبابية أنشأنا مطبخ رمضاني خيري. المطبخ هذا أنشأته مبادرة شباب الخير الغطاء ومجموعة جيش شنب الشبابية. هذه المبادرة احنا اشتغلنا السنة الأولى، اشتغلوا الشباب انه عملوا مطبخ رمضاني. هذه السنة كان المطبخ مهدد ووقف، أجينا كمجموعة جيش شنب بالإضافة للشباب الخير والغطاء، وكان عندنا مجموعة دعم اللي يفطروا الشباب، وكمان بعض الخيرين ورجال الأعمال تبرعوا. قلنا انه دعمنا هذا المطبخ ونزلنا دفع الوجبات الغذائية يومية للناس. هذه الوجبات الغذائية توزع كل يوم حوالي من 600 إلى 800 أسرة في اليوم الواحد، لكن طبعا الاحتياج كبير جدا، عدد الأسر هذه تتزايد، وإحنا الإمكانيات اللي عندنا بسيطة، مش هذيك الإمكانيات الكبيرة، إحنا مجرد شباب ولا رجال أعمال، فتقدر دعمه بشكل بسيط، مش هذاك الدعم الكبير. لكن المطبخ لا زال حتى اليوم يقدم في اليوم مثل ما قلت لك من 600 إلى 800 وجبة يومية، الناس كل يوم تحصلوا على وجبات، ولازم نحن نعمل نحن نستمر حتى نهاية رمضان وحتى بعد رمضان، يعني حالة النفس الحظيظ. لكن للأسف الشديد الدعم اللي عندنا والإمكانيات اللي عندنا هي بسيطة. المطبخ مهدد اليوم إنه يتوقف، لأنه مثل ما قلت لك العدد يزداد يوم بعد يوم، إحنا لا يمكن إنه يجي حتى عندنا نقول له ما فيش، فإحنا قدمنا كل ما نستطيع، ونتمنى أن كل من يستطيع، المنظمات، رجال الأعمال، كل من يرغب على من يزوروا هذه المطابخ الخيرية والمجموعات الشبابية والمبادرات يشوفوا إيش يعملوا، ومشان مو بشكل عيني حتى ما نطلبش أي تبرعات مالية مثلاً أو حاجة زي كذا. طيب الآن في هذه اللحظة التي نتحدث فيها معكم الآن، حجم الدعم المتوفر لديكم والإمكانيات تستطيعوا الإكمال بها حتى نهاية شهر رمضان؟ شوف يا أستاذ، هو كان عندنا دعم إن إحنا ممكن نكمل نهاية رمضان، كنا مستهدفين حوالي 400 أسرة، لكن عدد الأسر ازداد، الناس لما عرضوا في المطبخ عدد الأسر ازداد بشكل كبير، فإحنا الآن نقدم من 600 إلى 800 أسرة، يعني اللي كنا نقدر الدعم اللي كنا نقدر نكمله بنص رمضان الآن أصبح إنه يكفينا ل 16 15 رمضان يعني. فالمطبخ فعلا مهدد إنه يتوقف، كثير من المجموعات الشبابية والمطبخ اللي موجودة هنا في الأم هدد أن يتوقف بسبب إنه الدعم هذا مش مكفي للاحتياج اللي الناس محتاجينه. طيب جمال، لو أراد أحد من الذين يتابعون الآن الدعم في معكم، كيف يمكن التواصل؟ نحن ممكن من شاشة بلقيس الآن تكون نافذة لإيصال أي مساعدة لكم، لو تضع عناوين أو أي شيء. احنا كمجموعة شبابية موجودين في صنعاء، احنا موجودين في منطقة حداء امام الجندول، كمان موجودين صفحتنا على الفيسبوك مبادرة شباب الخير والعطاء، شباب الخير والعطاء وجيش شنب، بامكانهم يتواصلوا معنا ويزورونا اصلا المطبخ هذا، ينزلوا يشوفوا ايش الاحتياجات اللي احنا نحتاجها كمطبخ، الادوات اللي نحتاجها ويوفروها، واحنا كذلك يعني احنا نقدر نوفر كل اللي احنا نقدر عليه، وموجودين كل يوم في المطبخ نطبخ ونعمل نوزع ونقسم كل حاجة ونقدم هذه الخدمة للناس، وهذه طيب. يعني إحنا كشباب نعتبر أن هذا مش فضل مننا أبدا. هل لديكم رقم حساب بنكي أو شيء إذا كان هناك بعض المغتربين يريدون الدعم؟ هو قلت لك هم طبعا في ناس تواصلوا معنا عن طريق التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك جيش شنب ومبادرة شباب الخير والغطاء. تمام، إذا يمكن التواصل مع هذه المبادرة في صنعاء كما قال الأخ جمال، مبادرة شباب الخير والعطاء وجيش الشنب على الفيسبوك. شكرا لك جمال. اتصال آخر، أسامة الحبيلي من الحديدة، أهلا بك أسامة. ألو، أهلا محمد. أهلا أسامة، أنت تعمل في مبادرة، تعمل في شهر رمضان، ما هي هذه المبادرة؟ حدثنا عنها وعن الإمكانيات المتوفرة لديكم. الحمد لله قد قمت بمبادرة مبادرتين في شهر رمضان. المبادرة الأولى هي كانت في لسقيا الماء. سقيا الماء هي استهدفت 50 أسرة سقيا الماء، وهو عبارة عن مشروع بسيط جدا، يعني 100 ريال لكل أسرة لمدة شهر كامل في شهر رمضان، 100 ريال لشراء الثلج، تخيل 100 ريال لشراء الثلج،
لثلاثين يوم بقيمة 3000 ريال. ب3000 ريال يعني تكفى الأسرة كامل، تكفى الأسرة لمدة شهر كامل. الحمد لله لاقت الفكرة بينه، الحمد لله الآن وصلت إلى محدودة 205 أسرة، اللهم لك الحمد يعني. طيب مقتصرين فقط على هذا النشاط في المبادرة؟ لا حاليا لا، الآن أقوم تدعوه بناسب الإعلان في يوم 7 رمضان ويستطور عيد جديد موضوع مع مستهدفين 1000 طفل من أبناء تهامة. أنت تعرف يعني من مشاكل ومن ضغوطات ومن رواتب، الفقر في الحديدة غير طبيعي وفي تهامة بشكل عام يعني وأعتقد أنها محافظة عانت من الحرب، مويلات الحرب هي تهامة بشكل عام. فقمنا بهذه المبادرة بإذن الله، يعني في بعض التجار وبعضهم لم يستجيبوا وبعضهم يعني، وأنت تعرف المنظمات لا تدعم أي مبادرة شبابية، تدعم فقط المؤسسات إذا كانت مؤسسة خيرية، إذا كانت ممكن تدعمك، لكن كشخص كمبادرة أنت قمت فيها مع مجموعة من الشباب لا تدعم. هناك كثير من المشاكل نواجهها وكثير من الصعوبات. طيب عدد المستفيدين، عدد المستفيدين من ما تقدمون في المبادرة، وكيف هو تجاوب رجال الأعمال ورجال الخير معكم؟ والله بالنسبة للتجاوب رجال ضعيف جدا. أنا كسوة العيد أنا أعلنت فيه من بداية إلى الآن وصلت 87 كسوة أو 87 يعني 87 سهم وأنا مستهلك 1000 سهم، فتخيل الوضع يعني وكم عدد الأطفال يعني صعب جدا. طيب أتواصل مع بعض المؤسسات مع بعض يعني أواجه صعوبات كبيرة جدا. طيب أتمنى لك التوفيق أسامة فيما تقوم به من فعل خير، شكرا جزيلا لك أسامة الحديدة. اتصال آخر، طارق. أهلا أخ طارق من تعز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طارق بالنسبة لك ما هي أهمية المبادرات الإنسانية في زمن الحروب؟ طبعا أهمية المبادرات الإنسانية هي في التخفيف عن معاناة الفقراء والمساكين في شتى المجالات. طبعا قبل ما أتكلم عن أهمية المبادرات، أهمية المبادرات في التخفيف عن معاناة الفقراء والمساكين، لابد أن أتطرق إلى المبادرات التي بدأنا بتنفيذها منذ مارس 2017 حتى الآن. بدأنا منذ مارس 2018 تواصل مع الإخوة في فريق مرايم الخير الكويتي التطوعي بارك الله فيهم، والإخوة في فريق مرايم الخير أقاموا بإنشاء أو بتأسيس مستوصف مجموعة خير الكويت الذي يعالج الناس مجانا ويصرف العلاج مجانا. طبعا هذه المستوصف يستهدف 46 قرية مبدئيا في السنة الأولى كانت المجاورة للمركز، 46 الآن بمعنى عدد المستفيدين من مستوصف مجموعة خير الكويت بلغ 5486 حالة مستفيدة. الآن المستوصف يقدم خدماته بالكامل لعلاجات مجانية أوصاف شاملة، أضف إلى ذلك توفير عقاقير لأمراض المزمنة كالسكر وغيره من الأمراض المستعصية لعدد من الأسر في المنطقة والمناطق المجاورة. طيب. بعد ذلك بدأت المبادرات في الجانب السقي الماء، تم إصلاح وتأهيل عدد من الآبار وعيون المياه وشبكات المياه تصل إلى 10383 متر شبكات المياه، بالإضافة إلى توفير مضخات في المنطقة والمناطق المجاورة لها. أضف بعد ذلك توفير العديد من المساعدات الغذائية كالطحين وفي كل قرية وفي كل مكان. بعدها حتى الآن مثلا بدأنا أيضا، قام فريق مرايم الخير بزراعة الأرض على مدى فريق مرايم الخير الطوعي بارك الله فيهم بزراعة الأرض وتوفير البذور المحسنة، وتم زراعة الطماط والبطاط وكان والكوسة والبامية وغيرها. كان الإنتاج يوزع مجانا، كانت مفاجأة بالنسبة لنا أن وجدنا من قطعتين أرض 5 طن و300 كيلو من البطاط تم توزيعها لجميع المناطق أو لجميع الفقراء في المنطقة والمناطق المجاورة لها. وصلنا إلى مثلا في طيب طارق جميل ما تقومون به، يعني الآن أنت ربما عدت وربما لا يسعنا وقت الحلقة لتعديد ما قمتم به، الآن لو نركز
في الفترة الحالية أنتم في رمضان في هذا الشهر، ما الذي تقومون به من مبادرات خدمة للمجتمع؟ في شهر رمضان طبعا تم توزيع عدد من السلات الغذائية وأيضا الكفالات، كفالة الأسر اليتيمة الأيتام والفقراء وكبار السن، بالإضافة إلى فتح مخبز خيري يتم توزيع الخبز مجانا لكل الأسر المحتاجة. كانت في البداية خطة الدعم أن تكون لعدد 131 أسرة، طبعا هذا على نفقة فريق مدينة الخير من دولة الكويت برعاية مراين الخير أيضا. هذا المخبز الآن يقوم بتوزيع من 131 أسرة في الأيام الأولى إلى 262 أسرة إلى 554 أسرة، يوزع الخبز مجانا بمعدل لكل شخص من أسرة لكل فرد ثلاث قطع خبز. الآن ما يواجهنا من صعوبات حاليا هو الإقبال المتزايد من جميع المناطق إلى مخبز مدينة الخير في منطقة الشارع محافظة سعيد طبعا قبل حبشين، وهذا يسبب ضغط كبير علينا ولا نستطيع مواجهة هذه الإقبال المتزايد، حيث أن الدعم في اليوم من 7 إلى 9 في الصحين نقوم بخرجه. طيب رسالة أخيرة توجهها من خلال البرنامج؟ رسالتي إلى كل فاعلين الخير وإلى الإخوة في فريق مراين الخير، نتمنى المزيد من الدعم ما قصروا، ورسالتنا للمجتمع من يريد أن يأخذ الخبز فليأتي من أي منطقة، وإن شاء الله بقدر الله سنستطيع مواصلة حتى نهاية الشهر، وبعدها سنستهدف الأسر الأقرب فالأقرب. شكرا لك طارق. عبر الواتساب وصلتنا مشاركات حول موضوع الحلقة، المبادرة الإنسانية وأهميتها، نتابع. العمل الخيري فوائد كثيرة يمثل في تخفيف معاناة الناس وخاصة في الوضع الراهن، حيث أن البلد يعيش حرب طاحنة منذ 3 سنوات، لذا نعمل من فاعلين الخير وكذلك سواء كان منظمات أو أفراد أن يمدوا يد العون والمساعدة للمجتمع اليمني وخاصة في هذا الوضع. طبعا نحن الآن في مؤسسة مجموعة خير الكويت الذي تم افتتاحه على نفقة فاعلين الخير في دولة الكويت الشقيق، ممثلة بفريق مجموعة خير الكويت اللهم الله رعاهم. هذا المستوصف الذي قدم خدمات طبية لعدد 46 قرية ومحلة في إطار المنطقة الموجودة في المستوصف ومناطق من خارج الزمام. طبعا هناك معوقات واجهناها في مثل في الاكثر في الاقبال الكبير على المستوصف، الا ان تجاوزنا هذه المعضله، وطبعا استطعنا توفير ادويه الضغط والسكر لعدد كبير من الامراض بشكل شهري ومنتظم. نشكر مجموعه خير الكويت وفاعلين الخير في دوله الكويت، ونعمل من المنظمات الأخرى أن يحذوا حظهم وأن يقدموا ما وسعهم لمساعدة الناس. شعرنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولما آلت إليه ظروف البلاد من حروب ومشاكل وانقطاع الرواتب وغيرها، انطلقنا لإنشاء عدة مشاريع خيرية. بدأنا في العام الماضي بإنشاء المطبخ الرمضاني الأول، عامنا الحالي بدأنا في إنشاء المطبخ الرمضاني الثاني، أقامه فريق شباب الخير والعطاء بالتعاون مع جيشها. نستهدف فيه عدد ما يقارب 800 إلى 900 أسرة بوجبات غذائية جاهزة مكونة من علب أرز، علب طبيخ، دقة ودجاج، خبز، تمر. لنا ما يقارب 14 يوما ونحن نقدم، وسنقدم المزيد بفضل الله ثم بفضل الشباب والفاعلين الخير. طبعا ناشد المنظمات وفاعلين الخير ورجال الأعمال وغيرهم من كل فئات المجتمع إلى النزول الميداني إلى مطبخنا، والنظر لما نقدمه من خدمات للأسر الفقيرة والمأسرة. إذن تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب لبعض الشباب يعملون في بعض المبادرات في الداخل. لدينا اتصال الأخ نصر. أهلا بك نصر. أهلا بك يا أخي سامي. نصر، لو تحدثنا عن المبادرة التي تعمل فيها
أهمية هذه المبادرة والخدمة التي تقدمها الناس، في أي مجال تنحصر هذه المبادرة؟ طبعا عزيز ثاني، الآن نحن نعمل في عدة مجالات، وهي جميعها تقوم على إغاثة المحتاجين اللاجئين. والآن في شهر رمضان لدينا مطبخ خيري رمضاني يستهدف أكثر من 950 أسرة متعففة وناجحة ومحتاجة، ولكن هناك عدة صعوبات نواجهها في المطبخ الخيري، وذلك لتزايد عدد الأفراد والأسر المحتاجة وقلة الدعم المحدود الذي يصلنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق علاقات شخصية سواء أفراد أو تجار أو أي شيء من ذلك. طيب كيف يمكن التواصل معكم لدعمكم وتذليل هذه الصعوبات والمعوقات؟ طبعا نحن الدعم يصلنا عن طريق النشر، عن طريق النشر في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر علاقات شخصيه، تبرعات شخصيه من المتبرعين. طيب هل لديكم عناوين واضحه يمكن من خلالها التواصل معكم؟ موقع المطبخ في مركز شرعات في محافظه. طيب هذا بالنسبه للعنوان. طيب أنا أقصد أنكم لو الآن تعطي الناس عناوينكم، يعني مثلاً إذا كان هناك حساب بنكي أو صفحات في الفيسبوك حتى يتواصل معكم الناس ويقدموا لكم الدعم من خلالها. نعم، يوجد عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، منها صفحة المدير المطبخ الأخ الجميل مادي ياسين، وبقية هذه استخدمتها علاقتنا الشخصية. طيب بالنسبة لداخل محافظة طيب، هناك معروف أنه هناك عدد من النازحين من محافظات مختلفة، هل ما تقدمونه الآن يعني وفق الخطة المتوفرة لديكم الآن، هل ستستطيعون الاستمرار حتى نهاية شهر رمضان؟ بأنك تقول أن عدد الأسر المستفيدة تزيد من يوم إلى آخر. نحن في هذه اللحظة نحمل همين، هم النازحين وهم أبناء المحافظة، فلذلك هناك صعوبة في توفير احتياجة الأعداد الكبيرة من المحتاجين في الوقت الذي قف فيه العطاء المتبرعين الذين انهكوا بسبب زيادة الدعوات. ومن الصعوبات ايضا التي نواجهها مواصلة العمل الى ما بعد شهر رمضان، وتشتت العمل الخيري والإغاثي واستقاله للعمل المؤسسي الذي يعمل في الساعة بصورة قليلة جدا. اشكرك جزيلا نصر من إب، شكرا لك. اتصال آخر، الأخ سياف من إب، أهلا بك سياف. أهلا أخي سامي، شكرا على الاستضافة الكريمة وشهر كريم. شكرا لك سياف. أهمية المبادرات بالنسبة لك، وما هي المبادرة التي تعملون فيها في أي مجال؟ سفراء الخير أو بالمسمى فريق سفراء الخير، نعمل في شتى المجالات. كوننا فريق كان الأدرس في محافظة إب من حيث الذي وحيث أننا قمنا ب طيب سيف حاول أنك الصوت غير واضح سيف، فقط يعني نحاول التواصل مع سيف مرة أخرى، أو لو تغير مكانك حتى يكون الصوت أوضح. سيف طيب سنعود للتواصل مرة أخرى مع سيف. نذهب إلى قراءة بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ عاطف يقول هي مهمة حيث تجسد روح التعاون في المجتمع وتنمي روح التطوع وسط الشباب، لكن من أبرز الصعوبات هي قلة الإمكانيات وزيادة عدد المحتاجين الذي يضطرهم إلى حرمان جزء من المستهدفين، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة مشاكل. مشاركة أخرى، الأخ بسام أو باسم، مش كل المساعدة غذاء وماء وإفطار وملابس، قد تكون مساعدة من كل شخص في مجاله وتخصصه. نحن في المجال التقني ساعدنا بتجميع أجهزة كمبيوتر محمولة ومكتبية لمساعدة من هو بأمس الحاجة إليها. مشاركة أخرى، الأخ طاهر يقول المبادرات الشبابية والخيرية في اليمن تظهر من حين لآخر على مدى العام، وذلك الظهور والاختفاء ناتج عن الدعم المتوفر لها من خلال مساعيم الخالصة لمساعدة المحتاجين والمضطرين ما تعاني اليمن جراء الحرب.
تبدأ أعمالها بسواعد الشباب مخلصين. سبب ظهور هذه المبادرات في شهر رمضان هو تجاوب الكثير من فاعلية الخير الأول، لأن الشباب بعد انعدام ثقة بالكثير من المنظمات الخيرية الزائفة والمتجرة بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم، هذا ما جعل الكثير من التجار وفاعلي الخير وغالبية المواطنين متجاوبين مع مبادرات الشباب الخيرية ويطمئنوا للتعامل معهم. يقصد ذلك طاهر. مشاركة أخرى. طيب نعود اتصال آخر، الأخ عمار مرشد. أهلا عمار. أهلا سلامك عمار من صنعاء. عمار، نتحدث عن المبادرات الشبابية، نوصف أهمية هذه المبادرات، أيضا لو تحدثنا أنت عن المبادرات التي تعمل فيها، في أي مجال، مستوى الدعم المقدم لها، وما هي الصعوبات؟ أولا دائما أنا أقول أنه المبادرات الشبابية في ظل الصراع اللي بتمر فيها اليمن هي الأمل الذي يحرج الألم في المرحلة اللي بتمر فيها اليمن، المرحلة الصعبة. المبادرات بالغالب تكون مبادرات مبنية على تقدر تقول حافز أو عامل حاسم اللي هو الدعم من جهة محددة تنشأ المبادرات. في حال وجد الدعم، في وجد الناس الخيرين أو الناس أصحاب الثقة، المبادرات بتتطور وبتزيد. في حال لم يوجدوا هذول الداعمين الموجودين، المبادرات بتقل عمالها وبيخف أنشطتها، وبالغالب بتوصل بعض المبادرات إلى الاختفاء تماما. أنا أعمل في المجال الاستجابة الإنسانية، أطلقنا مبادرة عن طريق الفيسبوك، كانت الفكرة أنه إحنا نستفيد من خدمات التواصل الاجتماعي بحيث أن إحنا نساعد في التكافل الاجتماعي. فأنزلت منشور قبل سنة مثل هذا اليوم أنه إذا كل واحد من أصدقائي في الفيسبوك جاب لي من 1000 ريال حنوصل مبلغ من 1000 ريال، حنفتح فيه مخبز خيري ونوزع الخبز للأسر المتعففة مجانا. والتفاعل كان عجيب جدا. الشهر الثاني خلال أسبوع تماما فتحنا المخبز الأول في صنعاء، بعدها بشهرين بعد ما الناس بدأت تشوف أنه في ثقة والمبادرة هذه موجودة على الأرض وفي لها أثر وملموسة، تواصلوا معنا كثير من الرجال الأعمال والخيرين منهم الأستاذ حسن ثابت الله يحفظه، تواصل معنا من إيطاليا وساعدنا في فتح فروع أخرى. الفرع الثاني فتحنا بعد شهرين من افتتاح صنعاء في الحديدة، وبعدين استثمرنا الفكرة أنه لازم نفعل دور الشباب في تعزيز الثقافة الاجتماعية والاستجابة الإنسانية. فتواصلت معنا الفنانة التشكيلية اسمها سبا جلاس، جابت لنا لوحة، قالت اللوحة هذه مني لكم للمخبز هدية. قلنا لها ايش رأيك نعلنها في المزاد في الفيسبوك، والعائد من هذا المزاد نفتح فيه فرع جديد في مديرية المراوة اللي هي المديرية الأفقر في مدينة الحديدة. وبالفعل خلال 48 ساعة نزلنا الرسمة على الفيسبوك، وصلنا لمبلغ 700,000، فتحنا فيها فرع ثالث في مديرية المراوة، وقبل كمان شهر تقريبا لوحة جديدة كمان فتحنا فيها كمان فرع، هيكون الفرع القريب الجديد في داجل. طبعا استخدامي هذه المبادرات هي ما حتكونش موجودة إذا ما كان شيخنا حولها يلتفوا، الالتفاف حول المبادرات الشبابية والثقة من الأشخاص المسؤولين سواء كانوا مؤسسات أو رجال أعمال أو حتى فاعلين خير. إذا وثقوا بالشباب هذولا والشباب أثبتوا بنفس الوقت أنهم جد الثقة وأثبتوا أن المبادرات حقهم ملموسة وعلى وجه الأرض ولها أثر ولها قيمة مضافة في المجتمع، تبدأ المبادرة تتطور وتنتشر. احنا بدأنا فكرة المخابز هذه قبل سنة وانتشرت الآن، يعني لو تشوف كم عدد المخابز الخيرية اللي توزع الخبز على الأسر المتعففة تجاوز 20 إلى 30 مخبز، وهذا تعتبر بادرة طيبة من المبادرات الشبابية، انها مش بس تساعد الناس، انها بتكون مصدر إلهام لجميع المبادرات الشبابية، وبتحس الشباب على انه لازم يكون لهم دور في هذا المرحلة اللي بنمر فيها ويبدأوا بمبادرة جديدة. طيب عمار، ما هي عوامل ضمان استمرارية هذه المخابز في العمل؟ يعني كيف هو مستوى الدعم المقدم لكم الآن؟ وربما نتطرق إلى الصعوبات الآن. المخبز أو غير المخبز، المبادرات بشكل عام، عوامل استمرارية هذه المبادرات أنا دائما أقول التخطيط التخطيط التخطيط، الثلاثة الكلمات اللي ذكرتها الآن لازم المبادرة الشبابية تعمل حسابها فيه، أنه أصلا ما تعد لأي مبادرة لازم ما تخطط لها، تبحث عن عامل الاستدامة أو الاستمرارية في مبادرتها. لازم نفكر احنا كيف لازم نخلي مبادرتنا تتطور. فعلى الخير مش معقول انه واحد يخسر طول الوقت يدفع يدفع يدفع، لازم يكون في عائد مادي من هذه المبادرات او شيء. احنا في المخبز اللي خلى المخبز يستمر بشكل كبير هو الاثر اولا والثقه اللي احنا سويناها للاسر المتعفف. احنا مساعدين اكثر من 1100 اسره الان وبنتوسع اكثر. والعامل الثاني ان احنا اصلا عاملين حسابنا في مشروعنا ان احنا نبيع جزء من الخبز للناس اللي بيشتروا، بحيث انه العائد من المبالغ الماليه تشغل لنا المخبز كرواتب كايجار كغيره. وبنفس الوقت لازم على المبادرات انها تخطط، تبدا تبحث بمبدا اسمه الموجودات والمكنونات. ايش يقصد بالموجودات والمكنونات؟ هو بمعنى انه المبادره لما تشتغل في عندها قائمه احتياجات على اساس المبادره تنجح.
الاحتياجات هذه قد تكون متوفره ما تحتاج تدفع فيها مال، مثلا البادرات اللي تحتاج تصاميم والحملات الاعلانيه اللي تنشر للتعايش والسلام، بدل ما تدفع مبلغ كبير مثلا لشركه تصميم او لسدري يصمم لك، تقدر تبحث لفريق العمل حتلاقي مجموعه شباب مصممين يتطوعوا ويصمموا، يكون المبلغ اللي موجود معك المخصص للتصميم يتوفر معك تستفيد منه باشياء ثانيه. فاهم عامل استمراريه الاعمال والمبادرات الشبابيه هو التخطيط والبحث اثناء انشاء اي مبادره عن عامل الاستمراريه في هذا المبادره. طبعا في مبادرات الاستمراريه بيكون فيها ضعيف زي مثلا توزيع السلاح الخيريه والى اخره، لانه زي ما ذكرت انت سمعتك تتكلم بعض التعليقات في الفيسبوك انه المبادرات بتطلع بتكون اكثر في شهر رمضان، والسبب عائد طبعا الكل يعرف انه رمضان شهر خير والناس بتحب تخرج صدقات بتحب انها تبادر تفعل خير في هذا الشهر. فرمضان بيعتبر هو زخم كبير للمبادرات، تقدر من خلال الدعم اللي حيوصلها والتمويل في شهر رمضان تمدد عملها لشهرين ثلاثة بعد رمضان، وهذا الشيء كويس جدا. إضافة إلى أن المبادرات لازم تبحث عن مؤسسات بتشتغل في نفس المجال تسوي معها شراكة، وأنا أتمنى أن المبادرات ما تخش الموضوع بشكل شخصي وتشخصن أنه لا المبادرة حقي ما حتعاونش مع أحد أو أنا ما حشتركش مع مؤسسة عشان ما ترجع تقول المؤسسة دي نجحت العمل وهي الأصل والسبب. لا، في الأول والأخير إحنا قسمة المبادرات مساعدة الناس، التأثير في المجتمع، التحفيز للمؤسسات والمنظمات الأخرى أنها تلتصح فئة معينة. فلازم الشباب يبدأوا يبحثوا بعد عمل التخطيط والاستمرارية عن عامل الشراكة الدائمة اللي ممكن تكون عن طريق مؤسسة اللي هي أصلا عندها تمويل جيد وعندها إدارة مالية كويسة ممكن تساهم في أن المبادرة هذه تستمر بشكل أكبر. أشكرك جزيلا عمار وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى للتواصل مع سياف من إيب. أهلا بك سياف مرة أخرى. اعذرونا اخي سامي وحياكم الله، تعطوننا الان في العمل اخي سامي. طيب سياف، كنت تتحدث عن المبادره التي تعملون فيها، تفضل. طبعا نحن كفريق سفراء الخير للاغاثه والتنميه في محافظه اب نعمل في شتى المجالات، منها الاعانه في الدواء ومنها الايواء ومنها المساعدات الانسانيه كالإيجارات وكنقل وتسخير الأمراض، وكذلك فتح المخيمات النازحين كون إب هي المنجأ الوحيد للمناطق الذي يوجد فيها الحروب، وكما تعلمون أننا في محافظة إب تسمى محافظة السلام، وهناك من جميع محافظة الجمهورية متواجدين في محافظة إب، مما يصعب علينا التدخل السريع لإنقاذهم. طيب والان مستمرين في شهر الخير في عده مجالات، وابرزها مشروع الدواء تحت اسم مسمى لساعد الناس على التنفس، كذلك الوجبات الجافه، حيث ان المطابخ متواجده في شتى المجالات سواء كان في محافظه ايب او غيرها، ولكن اوجدنا الوجبات الجافه لكي نصل للاسر البعيده التي لا تجد حتى المواصلات لتأتي إلى المطابخ المركزية، فقمنا بإنشاء الوجبة الجافة التي هي غير المطبوخة وبنقاط متعددة في ريف محافظة إب، كذلك السلال الغذائية وإعانة المرضى، حيث أننا نستقبل يوميا تحت ما يقارب ما بين 100 أسرة في الوجبة الجافة وما يقارب ما بين 150 إلى 200 في الدواء الذي يصرف عبر الأمراض المزمنة. شكرا جزيلا لك سيف، اتمنى لكم التوفيق في المبادرة التي تعملون فيها. شكرا لك. من تعز الأخ سعيد القدسي، أهلا بك سعيد. أهلا أستاذ سامي، حياك الله، سعد الله مساءكم ومساعد مشاهديكم الكرام، وشهر مبارك عليكم على كل المشاهدين. ضعنا في صورة المبادرة التي تعملون فيها، أهمية هذه المبادرة من حيث المجال الذي تعملون فيه وما هي الصعوبات أمامكم الآن. بداية ما أحضرت أن نتكلم عن أهمية المبادرات ودور المبادرات في خدمة المجتمع والدور التنموي والإنساني للمبادرات الإنسانية والشبابية في محافظة تعز كنموذج للمعاناة والمبادرات اللي انطلقت من رحم المعاناة في محافظة تعز. طبعا بالتأكيد المبادرة دور مهم، ودور حتى قانون السلطة المحلية أيضا كان يدعم المبادرات المجتمعية بنسبة 75% كتفعيل لدور المجتمع والشراكة المجتمعية. في ظل الحرب طبعا شحت الإمكانيات وانعدمت الخدمات في محافظة تعز، وعانى المجتمع التعزي بشكل كبير أكثر من أي منطقة أخرى ربما نتيجة للحصار. على هذا الأساس انطلقت مبادرة شبابية تحت مسمى نحن هنا للإغاثة والتنمية، وثم تحولت في بداية 2016 إلى مؤسسة مجتمع مدني
هذه المؤسسات تبنت العديد من المشاريع، أبرز هذه المشاريع كأطلقت مبادرة اللي هي العيادة الرمضانية المجانية. هذه المشروع الآن نحن في الموسم الثالث للمشروع، استهدف خلال العامين المنصرمين العامين الماضيين قرابة 6000 حالة. كان في أول موسم تمويل لفاعلين خير وتبرعين من شركات الأدوية، وجهد طبعا تمويل جزء كبير منهم للمؤسسة ذاتيا. في الموسم الثاني للمشروع دخلت الجالية اليمنية في أمريكا وتساهمت بجزء كبير تمويل المشروع، وكثير برضو من فاعلي الخير وتجار ومتبرعين من شركات الأدوية. وهذا الموسم الثالث نحن حتى اليوم قربنا من استهداف 1500 حالة إنسانية تعاني العديد من الأمراض، وهذا نتيجة لغياب الخدمات الصحية بشكل كبير في تعز لا سيما الخدمات الطبية المجانية. يرتكز المشروع على تقديم خدمات مجانية شاملة للفحوصات والمعاينة والعلاجات، وبس ما توفر كبير من العلاجات، وفي أقسام عدة ما هي النساء والباطنية والأطفال، هذه الأقسام الثلاثة اللي مركزين عليها لأنه أكثر المعاناة وأكثر الحالات المرضية اللي تستغل هذه الفئات داخل المدينة. المبادرة قائمة ومستمرة، وتتطلع مؤسسة نحن هنا أن تستمر بهذا المشروع كمشروع دائم يستهدف أكثر حالات أو أكثر أقسام أنواع الحالات المرضية، مثلا تتطلع لأنه تخدم مرضى القلب، مرضى الصرع، والمرضى الحالات النفسية عبر الدعم النفسي والخدمات الأخرى المكملة. العديد من الحالات الآن منتشرة في محافظات تحتاج لها تقديم خدمات وإلى آخره. فتطلع مؤسسة نحن أن يكون هذه مبادرة مستمرة، مركز علاجي مستمر يقدم خدماته مجانية، إلا أنه تعرف ما هي المعوقات اللي تواجه العديد من المبادرات والمؤسسات، شحة الإمكانيات، شحة الممولين، غياب الجهات اللي تعمل دعم مؤسسي للجهات والمبادرات، هذه المبادرات النوعية. لكن برضو نستمر نحن هنا في بحث عن إمكانيات الاستمرارية أو عوامل الاستمرارية للمشروع، مثلا أن يكون في قسم من الخدمات داخل هذا المركز أن يكون على رسوم بسيطة، أو حتى للحالات الميسرة تكون برسوم بسيطة تضمن استمرارية المشروع، بينما تتلقى الحالات المعوزة أو الفقيرة الخدمات مجانية. أيضا مركزين على مسألة تفعيل نظام الإحالة أو خارطة الخدمات. خارطة الخدمات هذه تشمل كل الجهات المتعاونة من أطباء وصيدليات ومستشفيات بإمكان أن تقدم خدمات مجانية، وعند وصول هذه الحالات الحالات المرضية إلى مركز عيادة نحن هنا في حالة الخدمات الغير متوفرة نقوم بإحالتها إلى هذه المراكز وهذه الجهات. أشكرك جزيلا سعيد، أتمنى لكم التوفيق في مهامكم في هذه المبادرة. شكرا لك، والشكر أيضا موصول لكل من تواصل معنا في هذه الحلقة من الشباب العاملين في مبادرات خيرية في عموم محافظات اليمن. انتهت هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.